هلا يعني. مع مين بشرى الخليل؟ انا كنت بتمنى لو في يكون مع الحزب فرد ليستا، لانه انا بالخندق زيته خندق يعني مقاوم، وممكن الاشياء السياسيه اللي مش كثير وافق عليها اتناقش انا وياه فيها جوا، بصير في مطرح الناقش جوا يعني. هلا هن يمكن بعدهم بنفس الاشكاليه يعني، وتحالفهم مع الرئيس بري يمكن بيعمل لهم مشكله يعني بوضع هن. بعرف محبتهم اللي بعرف قناعتهم بشخصي يعني، وبما امثل يعني وبقيمتي بهذا المجال يعني. اضافه انه القواعد والبيئه، بيئه الحزب والبيئه الحاضنه للحزب كلها مشتركه معه، كلها معه صحيح نفس البيئه معه. وعم اقولها يعني بتمنى هلا يسمع السيد حديثه بس يعمل استفتاء بالقواعد شوفوا شو بيطلع بالنتيجه، بيطلع رقم واحد عندهم يعني. انت بتقولي انه الحاصل اللي عندك هو حاصل قوي والشعبيه لك واضحه. طبعا هلا نحن في مجموعه شباب بجنوب متصدين للعمليه الانتخابيه ترشيحا يعني، فنحن بدنا نشوف. طبعا انا وكم حدا من اللي بنلتقى بالاهداف، في ناس بتجي بتقول لك كلهم يعني كلهم، هذا نحن هدف نهائيا ما بنقبله يعني، انه كلهم يعني بما فيهم المقاومه، هذا خط احمر هذا الموضوع بالنسبه لي يعني. ففي ناس مثل اكيد يعني انه نحن بالنتيجه المقاومه هي المقدس تبعنا يعني، بيبقى الاشياء الثانيه موضع نقاش يعني. المهم بالثوابت الوطنيه والقوميه ما فيش يعني ناس بدون التقى انا وياهم بهذا الثابت القومي والوطني.